اول ما فتحت على داتسون 120 واي بعدين رقيت روحي كوريلا 83 رنجات وحركات و الاول سات ما سات وماكينه كربترات وسويت زعزعه. شوف مثلا لاحظ الاول انت مثلا في الابتدائي والاعدادي ترسم سياره على دفتر على طاوله ان انا الزوم مالي على ذي الموتر ان ذي الموتر انا احبه من انا صغير. والله شوف انا من صغير كنت احب الرالي في الرفاع. لما يصير في مرحله تكون في عوالي كنا ننزل نروح مشي واحنا صغار وكنت دائما اروح اتابع الله يطول بعمره ابراهيم مطر يعني كان يدش في الزد على ذاك الوقت فكنا نشوف الزد ونستانس عليه فكنت اخذ منه اخبار انه كان يملك بعض السيارات النادره ولا الموجودات قليله في البحرين فهذا اللي خلاني انا اخذ امشي على نفس اللاين ماله الخط انه احب السيارات اختار بعض السيارات انها تكون قليل منها في البحرين تكون عندي فعندنا نملك البحرين نملك سيارات على مستوى يعني اكثر شغله بتشوفها انت لما يصير عندنا الشو ولا اي شو بالاخص الشو الزلزال اوكي بتشوف سياره انت تستغرب هذا رقم بحريني اوف لو تسال تقول له توك جايبه من امريكا ولا طالب يقول لك لا متصلى 30 سنه هذا 30 سنه فهمت كذي يعني لما تروح شو عود ولا على ما قلنا بعض التجمعات تستغرب من السيارات الموجودة في البحرين احنا في البحرين عندنا عمر ومحبة حق السيارات حب في السيارات شيء غريب ان احنا بدينا ابيض واسود سباقات سيارات يعني اوتو كروس ابيض واسود من سنة كم احنا عندنا ريسات سباقات اوتو كروس عندنا نوع الدراج ان بتشوف عملة في العالم فيها شغلات تخص السيارات الجي دي ام دائما اليابانيين من لما تقول له رينجات منزله يركزون وايد على اللون السيت الرول كيج التسعينات احسن سيارات يقول لك اللي طلعت في اليابان هذه سيارات من كان من السوبرا الى الجي تي الى المازدا الى الهوندا ال 6 الى السيلفيا الى هذه من احسن سيارات اللي بدعوا فيها اليابانيين يعني كنت رايح الامارات كنت رايح حق سوبرا شيكت السوبرا واحده اثنتين وما عجبوني لان شوي كانوا مو بكلين اوكي وحصلت الاس 14 وهذا اللي بدل البلان وجات في بالي ان الاس 14 عمته ان سيلفيا من احسن سيارات حق الدريفت وانا بالنسبه ثاني يعرفوني اهي الرفاع من قبل ان كنا الخمس بكواره والاجواء في عوالي و و و فحصلت موتر اللي ابي اللي انا استمتع فيه اذا بتسويه حق سرعه كسرعه هم انه بدي خفيف تبي حق الدريفت وتبي حق تخميس هم البادي يعجبك وكنترول وايد فيه في اشياء تركب لما مثلا مال الجي تي ار تركب عليه احنا عندنا كبريكاته مال جي تي فدفريشه مال جي تي فاي شيء مال جي تي تقدر تركب على سيلفيا ايزي استمتع فيها يعني صوت تيربو الماكينه فيها باور عندي بريك يعني لفات المتعه في السياره بالباور قاعد احنا مشي 750 تقريبا استمتاع في الشارع وبالاخص الاجواء بارده شيء من الاخير كان ستوك من 2004 الى 2007 كشكليا فصار تغيير يعني كنت كان البانيت كان كنا نحط اسود قبل صارت موضه ان البانيت اسود كان الموتر مغير بالاستيكرات يعني كان الموتر مشحون يعني انت بتشوفون كذا صوره ولا كذا شيء من حق الموتر اللي تذكر بيشوف ان الموتر كان يمشي بالاستيكرات فكان تغيير بالاستيكرات ليه صار البروجكت انه زادوا السلفيات اكثر من 5-6 ونفس الحركه نفس الرنجات ان كانوا نفس اللون و و خلي خلاني اغير من الابيض الى الخضر جات من بالي ركبت اللون باللون الماتش يعني عن البطل بالبانيت بتشوف لون الحوض غير عن لون البادي البادي ما كان فيه سبيشال وايد لان هي كاستوك البادي يكون اذا قلنا كوكي تكون هذا البادي كيت مالها الاصلي
بس انا حاولت ان اغير على بعض اللمسات ان عشان تكون كالق الناس مقتك لون حركات الكيرب طلعته من البانيت عشان يكون سبيشال انه لو في شارع طاف سيلفيا تعرف ان هذه مال تقدر بها كل شيء تغير والكل قال لي بيرفكت اختيار صح واللون صح حتى ناس من برا كانوا يدشون لما نزل على الانستغرام ولا شيء ناس ما شاء الله ما توقعت يوروب امريكا يمكن يكون الكل يدش ويسوي لي كات جود كلر جود 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 يعني من ذاك الوقت الحمد لله رب العالمين كاساس السياره سيلفيا في ماكينتها اس ار 20 اللي تكون 4 كيرف الموتر يوم كان 4 اس ار 20 ماكينته فكان عليه قزوز على شغلات دمباي بس لما بترفع عليها باور يعني عندك ليمت ليدي الباور ولازم تعدل في ماكينه وايد عشان ما تضرب دائما في مشاكل بيرنج فكان انا ان ما دام سياره نيسان كنت بحط 26 يانا جون في شركه جون هذه اللي في اليابان يانا سالته هل احط 2J ولا 26 ان هي نيسان قال لي نصيحه 2J لان بتتحمل وهمسه مالها البارس مالها اقل فبعدين يوم حط لنا ماكينه 2J وسنقلناها دايركت سوبر فسي كان بدون كمبيوتر فاتوقع كانت 450 فخبر تتمشي مثلا 250 حصان لليفل 450 فتحس الرياكشن واو وعقب ما حطينا الموتك صار الموتر فيه 700 وشوي تخيل انت قاعد تمشي الموتر 700 وشوي لا ترجع كل شيء تنفض فيك يعني الكلام انسانك يتقال الناس معرق فمن عقب 400 وشوي ل 750 يعني 250 حصان لافتراضنا ولا 350 حصان فرق وايد فلا ترجع يعني اسبوع ما مشي الموتر بس اطق صفر بنده يعني اللي شفت رده فعل السياره وانا ورا الستيرنج لا شيء مخيف فكانت من السيارات السباقه اللي تمشي في الشارع على ذاك الوقت اوكي 2005 ان هي 2J بلس موتك بعدين صار البروجكت ان انا كبرت التيربو دشيت ان داخل الماكينه داخل الماكينه بدات البستن دي لين وصلنا ودشينا على 800 حصان الحين ما شاء الله وصلت 1077 حصان يوم حطيت الموتك اوكي كان عندنا ما في احد في البحرين كان يبرمج الموتك صعوباتي اني احط السياره على سطحه من البحرين الى دبي الامارات واحسب هناك الحاسبه ان كان الموتر تملى كثير بعدين من الامارات انا ما اقدر امشي كموتر نازل اوكي فلازم سطحه ثانيه بعد تشيل من الامارات الى البحرين فبعدين عقب ما شاء الله عندنا ما شاء الله عندي برمجه عبد الله الكوهجي ما شاء الله اوكي هو اللي ما شاء الله من عقب ما تفتحنا وعرفنا عندنا واحد مبرمج بحريني قلنا هم بعد اعطيه تشانس من عقب شباب الامارات كلهم حبايبي وربعي كشخص عندي في البحرين وبحريني وعارف حق الموتك افتكيت من الصعوبات دي كل اللي انا اطلع في دي السياره دائما اختار الشوارع تكون فاضيه دائما لو بجرب ويا احد ولا ك يعني عندي شارع ولا شيء دائما ادور احب ادور انا البورش والفراري بعض سياره السوبر كار فاكثر سرعه انا كنت تقريبا كنت دايت السياره مثل ما نقول بالمعنى وكان وراي بورش عقب ما خففنا عقب مسافه راعي البورش كان يسالني قال لي اخوي انت كم تمشي؟ قلت له والله انا لقيت ما يشتغل عندي قال لي ترى انا وراك 275 وانت قدامي تقريبا ليت وشوي فكم تمشي انت؟ قلت له بس عندك الحسبه ما دام انت 275 وانا قدامك بليت وشوي انت احسبها دائما يصير احنا قبل نفكر قبل كل شيء المنتنس قلت انا لو باخذ البورش وببدله كم بيطلع لي؟ ما انت بتحملني الفراري والبورش بيتحمل اللي انا اسوي فيه دي لان مجهزه من الى ندش اذا كان في درفت دشينا في درفت تخميس دشيت في تخميس دراج دشيت في دراج الموتر لما انا ماخذ بورش ولا ماخذ فراري ما انت بتحمل اللي انا سويته في ذي يعني لما اطلع فيها خاصه خلينا نقول الجو البارد لازم اذا نطلع طالعه طويله لازم نوصل للمحرك فنوصل امواج مثلا تعشن في قهوه ويا شباب يا مع شباب ويكون عندنا بعد كذا سلفي نطلع ويا بعض 10 12 سلفي ويا بعض انت ماشي نوقف في المكان الفلاني نروح الجفير لفه
العدليه نوقف انتقال نشرب لنا كوفي سويت يعني تكون اللفه كامله وبعدين كان الجو بارد نوقف الفورمولا مكان سايد بروحنا نصور كجروب نصور كربع ويا بعض نستمتع هاي يعني قمه المتعه في طلعه الموتر.